النهارده في الجزء بقى اللي هو بتاع الحته بتاعه الهيدروليكا، ان انا عايز اودي كميه ميه معينه للحوض او للاحواض، بلاش لحوض واحد، اعمل بقى القناه شكلها ايه، يعني اتصرف معاها ازاي. فاحنا القناه بتبقى عندنا شبيهه بحاجه زي دي، ممكن يكون المقطع بتاعها ده اللي هو اللي انا همشي عليه بالقلم ده، ممكن يكون شبه منحرف، ممكن يكون مستطيل، ممكن يكون دائري، انت بقى على حسب انت سعادتك هتقدر تعمل ايه، هتقدر تتصرف معاه ازاي. فدي قناه اللي انا عشان احسب التصرف بتاعها بيبقى عباره عن سرعه الميه. ده كات سكشن يا دكتور؟ لا، ده يعتبر زي ايزومتريك، يعني هو عباره عن حاجه بتمثل القناه شكلها ايه. ده المقطع بتاعها وده الطول اللي انا بمشي فيه الميه. عايز تقول كده، فانا عشان احسب كميه الميه اللي هنا هي عباره عن السرعه بتاع الميه مضروبه في مساحه المقطع ده. طب مساحه المقطع دي بحسبها ازاي؟ هي لو مستطيله سهله بالنسبه لنا، مش كده؟ عباره عن القاعدتين دول اللي هي القاعده اللي تحت دي زائد القمه دي على 2 وبعدين اضربهم في الارتفاع. يقوم يقول لي مساحه المقطع دي قد ايه؟ بتطلع لي ب مساحه المقطع دي اكتب جنبها اهي، بيبقى التمييز بتاعها بالمتر المربع. السرعه دي بتبقى التمييز بتاعها بالمتر بير سكند. فانا لما بضرب الاثنين دول في بعض، المتر المربع في المتر بير سكند يطلع بالمتر المكعب في الثانيه. عايز احوله بقى في الساعه او في الدقيقه زي ما انا عايز، عايز اضربه في 60، هضربه في 3600، يقوم يقول لي كميه الميه اللي هنا دي قد ايه، او اللي هتمشي في القناه دي قد ايه. طب انا بعرف كميه الميه اللي هتمشي او اللي انا همشيها في القناه دي قد ايه، لازم بقى الحسابات المبدئيه اللي هي انا عايز اودي كل حوض كم متر مكعب في الساعه، عايز كميه الملء بتاعته هتتملي في قد ايه، اللي بيروح في البخر قد ايه، اللي بيروح في التسرب قد ايه، اللي هي بيها اقدر اقول. اما يعني ما ينفعش ان انا اصمم القناه وبعدين ابتدي احسب بعد كده الاحواض عايزه ايه، لان ممكن يجي لي وقت الاحواض تكون عايزه كميه ميه او كميات ميه القناه دي ما تقدرش تشيلها. ما ارجعش اقول ايه ده انا هعمل قناه ثانيه او هوسعها او هذا. طب انت من الاول ايه المشكله لما انت تخطط من الاول تقول ان انا عايز امشي الحمد لله على السلامه، انا عايز امشي مثلا 100 متر مكعب في الساعه، 200 متر مكعب في الساعه، يبقى اعمل القناه دي شكلها ايه، انا هودي فيها كميه ميه قد ايه. انما هي معظم الناس برضو بالترايند ايرور، هو برضو يعمل المزرعه ويبتدي يعمل القناه ديت باي ابعاد هو تيجي على دماغه، وفي الاخر خالص هو عايز بقى يودي 1000 متر مكعب في الساعه لمجموعه احواض، او جه يعمل اكستنشن بعد كده في المزرعه عمل مجموعه احواض بعد مجموعه الاحواض اللي كان بيعملها، فعايز كميه ميه اكبر فما حسبش الحسابات دي. انت بقى الراجل اللي هو المخطط، اللي هي الحته يعني في شريحه في الاخر خالص كده هنجيب زي سكيدجول كده، ان هو يقول لك انت عشان تبدا مزرعه او تشتغل مزرعه هتعمل ايه وايه وايه والكلام ده. ودايما بنصح اي حد اقول له ايه، خد وقتك، خد وقتك في التخطيط، يعني خطط على مهلك قوي وادرس كويس قوي، حتى ايه، حتى لا تذهب الى التجارب الفاشله. يعني خد وقتك، يعني شوف انت عايز تعمل ايه، اسال فلان، اسال علان، مش عارف يعمل الكلام ده كله، اللي هو بيها ان انت دوما تبدا ما يبقاش فيها رجوع، ما يبقاش فيها فشل، ما يبقاش فيها مشكله. فدي عايزه دايما هنعمل رسومات دلوقتي، هو مبين رسومات دلوقتي تقول لك انت لو بتبدا المزرعه دي من الصفر المفروض تعمل ايه؟ يعني انت ايه التخطيطات بتاعتك اللي المفروض تعملها؟ انما هي مشكلتنا زي ما بقول لكم، يلا نعمل مزرعه، تعالى يا باشمهندس اعمل لي مزرعه، جيبوا الحفار، جيبوا اللودر، جيبوا مش عارف مين، الكلام ده كله، ونعمل كنا بنعمل جور، كنا بنعمل حفره يعني. هي الحفره دي هيبقى فيها ايه او بتاع ما بيشغلش دماغنا كتير. دكتور الفي بحسبها ازاي؟ البي نفسها ما اقدرش جايه دلوقتي حالا. يعني هي لها تفصيله. بس انا بقول لكم الاول، يعني لما نيجي نتكلم عليها من الاول كده، الكيوب اللي هو التصرف اللي ماشي في القناه دي بيساوي الاي اللي هي مساحه المقطع مضروبه في في. وعرفنا الاي تمييزها اصلا ايه، اللي هو بالمتر مربع، والفي دي بالمتر بير سكند، يعني اللي هي السرعه. انا توصل ايه بالتصرف ده؟ الكيوب التصرف كميه الميه اللي هتمشي بقى، اللي هو هيبقى متر مكعب في الثانيه او متر مكعب في الساعه او متر، يعني اللي هي بيها بتسهل له حاجات كتير قوي. يعني لما اجي اقول لواحد مثلا احسب لي قدره الطرمبه اللي هتشغل او اللي هتديني كميه الميه دي، المفروض يقول لي قدره الطرمبه دي مثلا 20، بس ما يسكتش، لازم يقول لي ال 20 دول ايه، هورس باور، ال 20 دول كيلو وات، ال 20 دول قدرتهم ايه بالظبط.
فحد عارف ال وقت لكل ثانية ها؟ لو احنا دخلنا قلنا وقت لكل ثانية ما بقتش قدرة بقت طاقة لان الوقت نفسه عبارة عن جول على الثانية فانت متضربه في ثانية طيب ثانية مع ثانية يفضل جول فبقت وحدة الطاقة انما انا عايز اقول هي قدرتها قد ايه القدرة في فرق بين القدرة اللي هي القدرة دي اللي هي معدل بذل شغل يعني او معدل طاقة بنسبة لزمن فانت دلوقتي لو انا جيت اقول لك الترومبة دي بالكيلو وات او بالحصان حد عارف العلاقة اللي ما بينهم برضو 750 مين اللي 750 750 كيلو 750 وات كيلو ربع الحصان 750 وات يعني هو الاكبر ولا الكيلو وات الحصان الاكبر ولا الكيلو وات الحصان الكيلو وات الكيلو وات اي كيلو في الدنيا اي كيلو يعني هو في 1000 الحاجه بتاعته يعني الكيلو وات في 1000 وات الكيلو جرام في 1000 جرام ما عدا كيلو واحد بس في العالم كله هو اللي مش 1000 الحاجه بتاعته حد يعرف الكيلو بايت هو 1024 هم لازم يعني بتوع الكمبيوتر لازم تنزحوا شويه فلازم يبقى الموضوع مميز يعني يعني هو مش 1000 بقى مش 1000 بايت لا هو 1024 بايت ماشي يا جماعه يعني بنخش في حاجات كده معذره يعني المهم ان انا بحسب التصرف بتاع القناه دي طب هصممها ازاي الجزء بقى اللي الاستاذ عاطف كان بيسال عليه ان هو ان انا ازاي احسب الفي دي خصوصا لو هي سواء شبه منحرف او مستطيل او دائري عندنا حاجه اسمها معادله مانينج يعني ايه معادله هو واحد اسمه معامل عالم كده اسمه مانينج يعني عمل المعادله اللي قدامنا دي بتقول ان الفي اللي احنا الاستاذ عاطف لسه بيسال عليها بتساوي واحد على ان دي برضو موجوده في الورق اللي معاكم عشان ما حدش يبقى قلقان يعني مضروبه في ار اس تلتين مضروبه في الجذر التربيعي لاس الار دي لسه هنشوفها دلوقتي المهم ان الاس دي عباره عن الميل يعني لو رجعنا للقناه تاني الميل اللي موجود في طول القناه ده بقى قد ايه؟ يعني 1 في الالف 2 في الالف 1 في المية 2 في المية حسب بقى 2 ده الميل؟ الان هو الميل؟ لا الان ده اسمه معامل مانينج الان دي معامل مانينج لها جدول دلوقتي يقول لك مثلا التربه الطينيه ان بتاعتها كذا التربه الرمليه ان بتاعتها كذا التربه مش عارف اللي نوعها كذا الان بتاعتها المعامل بتاعها ايه بالظبط الاس ده الميل او الاسلوب اللي موجود في القناه على طول القناه بقى مش ميل الجوانب عشان ما حدش يلخبط الحته دي عشان ما حدش يخلط ما بينهم يعني هنجيب احنا ملف اكسل دلوقتي وهنشوفه عاملينه ازاي علشان هنخش بعد شويه او بعد الصلاه ان شاء الله بشويه كده المعمل بتاع الكمبيوتر نحاول ننفذ حاجه زي دي على الاكسل نحاول نشتغلها مع بعض يعني اللي هو بيها ان انا ده معامل مانج اهو والار ده بيقولوا عليه نص القطر الهيدروليكي له حسبه لوحده هتيجي في شريحه ثانيه دلوقتي الاس هي عباره عن الميل بتاع القناه كله فانا دلوقتي لازم اجيب الفي اللي هي دي عشان اضربها في مساحه المقطع يقوم يقول لي كميه الميه اللي بتمشي قد ايه او كميه الميه اللي ممكن تمشيها القناه دي قد ايه بدون بقى ما يحصل فيها انها الميه فيها تزيد او ودي كميه ميه اقل من اللازم والكلام اللي بيحصل ده ال 2 اوفر 3 دي ده اس وال 1 اوفر 1 ده اوفر 2 ده اس ده اس ار اس دولتين وده ممكن بدل ما اقول اس اعملها كده يعني اروح جاي على الاس نفسها اشيل الاس ده واكتبه جذر يعني بس هي طبعا القلم مش باينك منه بيكتب بالاسود يعني يعني اعمل الجذر التربيعي الاس واشيل ما هي يقول اس نص معناها الجذر التربيعي الاس يعني عشان برضه لو حد شافها في اي حته لان هو حاطط جذر يعني الناس بتكتب المعادله دي ساعات بيقولوا جذر اس على ان مضروبه في ار اس تلتين جذر تكعيب الار تربيع اللي هو يعني اوير بالرياضه والاسس والحاجات دي العمليه دي بالنسبه له ما فيهاش مشكله يعني هي دي معادله بيسموها اللي عملها واحد اسمه مانينج والمعادله دي يعني برضو ما بنيجي نتكلم فيها حتى مع الطلبه وكده معادله غير موزونه بعديا يعني هي معادله تجريبيه الراجل عمل تجارب كتير لحد ما وصل لها يعني ايه غير موزونه بعديا يعني لما تيجي تشوف الابعاد اللي هنا بتتقاس بايه والفي دي تطلع بمتر في الثانيه مش هيطلع يعني مش هيطلعوا الاثنين زي بعض يعني مش هيطلع اللي قبل يساوي زي اللي بعد يساوي لان دي معادله تجريبيه فمش موزونه بعديا معادله مانينج دي افتراضيه يعني هو افتراضيه جابها من داتا يعني عمل داتا في الواقع وطلع منها المعادله عمل ترايل يعني بالظبط كده مبني على ترايل بالظبط كده والان دي زي معامل الخشونه اللي بيقول عليه هو ساعات بيسموه معامل مانينج الان اللي تحت دي او اللي هي موجوده هنا دي عباره عن ايه الان بقى ادي دي جدول بيبقى فيها يا اما الحاجه دي مبطنه او القنوات دي مبطنه او غير مبطنه لو مبطنه الماتيريال بتاعتنا شكلها ايه الان فاليو بتاعتها ايه فانا دلوقتي برضو انا محول لكم الجدول ده في الورق اللي معاكم بالعربي يعني ان هو في الاخر خالص انا بشوف القناه اللي انا هعملها دي
هي مبطنه ولا غير مبطنه، وابتدي ادور هي لو مش مبطنه نوع التربه ايه عشان اجيب الان بتاعتها، وابتدي اطبق في المعادله اللي احنا شغالين عليها دي. متفقين كده يا جماعه؟ في حد عنده مشكله في اللي احنا بنقوله؟ طيب ديت حد، هل انا بقى اقدر اقول الفي يعني فرض ان انا جاي اطبق في معادله مانينج ولقيت الفي طلعت لي رقم معين، انا الموضوع ده مطلق بالنسبه لي يعني ماشي اي سرعه في القناه دي او في الماسوره دي او كده يعني؟ لا، في حدود برضو موجوده، المايه دي نظيفه او المايه دي فيها سوليدز، وعلى حسب نوع التربه السرعه المسموح فيها في ايهما بالمتر بالمتر بير سكند قد ايه، عشان لو جيت اعمل الفي احسب الفي وطلعت سرعه اعلى من دول لازم ارجع، لازم ارجع اوسع بقى مساحه المقطع يعني اتعامل مع الشغل تاني، بحيث ان الميه لو زادت عن الحدود دي هو بيقولها لك ليه، ممكن تعمل نحر في القناه، ممكن تعمل مش عارف تربلنت، ممكن تعمل دوامات تقلب الحاجه السوليدز اللي موجوده. فلازم برضو الجدول ده الناس تراعيه ان هو في الاول وفي الاخر السرعه في لو هي الميه دي فيها سوليدز يعني او فيها مخلفات ما عديش انا الحدود دي بالنسبه لاي نوع من انواع التربه. معايا يا جماعه؟ فدي المعادله اللي احنا لسه كنا كاتبينها على الصوره، اللي هي عباره عن ايه؟ التصرف اللي هو الكيو ده عباره عن السرعه اللي احنا حسبناها للمانينج مضروبه في مساحه المقطع. الكيو هو ما يعني برضو كتب المعادله كلها، هو جاب الفي هي حطها كلها على بعضها وضرب ضربها في الايه اللي هي مساحه المقطع. المهم ان انا بعد كده ادي الكيو الفلو ريت بالمتر كيوبيك متر بير سكند، ودي السرعه اللي هي الفي، والايه اللي هي مساحه المقطع بالمتر مربع زي ما كنا عاملينها على الصوره كده. مساحه المقطع دي بيقول لك زي ممكن تبقى مربعه او مستطيله او نص دايره او ماسوره ايا كان يعني. دي طبعا تعريفات برضو للاس، هي عباره عن ايه والايه عباره عن ايه. الاس ده اللي قلنا اللي هو الانحدار اللي هو متر بير متر، يعني كل كيلومتر هتنزل قد ايه، اللي هو عشان الميه ما حدش يتوقع يا جماعه ان حاجه زي نهر النيل مثلا او الرياح مش عارف مين والرياح مين ماشي كده افقي تماما يعني، لا هو ماشي بميول برضو، لو ما مشيش بميول الميه ما بتمشيش، الميه مش هتبقى ماشيه سموث يعني. يعني لازم في كل فتره كده العمق بتاعه بيقل، بس انت طبعا منك ماشي جنبه انت ما بتحسش بيه لان الكره الارض كرويات وتلف حول نفسها، فانت ما بتبقاش حاسس بس لازم هو فيه. لو انت جيت تعمل ميزانيه بالجي بي اس او بالتوتال ستيشن او بالميزان او اي حاجه هتلاقي فيه ميول وانت ماشي، مش هتلاقيه هو ماشي كده افقي تماما يعني. دي ميول الجوانب بقى بتاع القنوات اللي موصى بيها برضو على حسب نوع التربه، والقناه ديت هي العمق بتاعها اقل من 1.2 متر او ازيد من 1.2 متر. الميول بتاعتنا تبقى شكلها على حسب نوع التربه، يعني مثلا لو هي تربه رمليه مفككه يبقى الميول بتاعتها 2:1 او 3:1 لو كانت القناه دي عميقه، زي ما هنحسب حسبه دلوقتي يعني. الار اللي كنتوا بتسالوا عليها اسمها ايه؟ نص القطر الهيدروليكي. الار دي، الار دي عباره عن ايه؟ عباره عن مساحه المقطع على حاجه اسمها رمز ثاني جديد اهو جد لنا اسمه البي، اللي هو نص المحيط او بيقولوا عليه المحيط المبتل، طول المحيط المبتل، يعني الجزء المبلول بالميه في المحيط. لو رجعنا للرسمه بتاعتنا اهي، المحيط المبتل عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء ده، نجيب على بتاع التاب يعني اهو، عباره عن الجزء ده زائد الجزء ده، كل ده مبلول بالميه زائد الجزء ده، بحسبهم بيديني البي دي اللي هي بيقول عليها طول المحيط المبتل. لو هي بالنسبه لو القناه ديت مستطيله مثلا بالشكل ده كده، يعني الجوانب بتاعتها بالشكل ده، معناها ان انا عندي الارتفاع في 2 زائد القاعده يديني البي. انما شبه منحرف بقى بنخش في الميول والزوايا وبتاع والكلام ده كله، فدي اللي هنحسب منها الار هي نص القطر الهيدروليكي. نرجع لها تاني اللي هو العباره عن دي. ماشي كده يا جماعه؟ يعني احنا الايكويشن ده اشوفها اهي، الار بتساوي مساحه المقطع على البي ده، البي ده اللي هو قلنا عليه طول المحيط المبتل. ماشي يا جماعه؟ دي برضو لسه تكمله الحسبه بتاعتها. المهندس الشاطر بقى يدور ايه؟ يدور التصميم الامثل له في القنوات دي بشكله ايه؟ يعني الايديال بتاعه ايه؟ يعني يوصل له ازاي؟ طبعا هتقعد تعمل محاولات ومحاوله وخطا ومحاوله وخطا وبتاع الكلام ده، وهتعمل كام محاوله عشان توصل للموضوع ده. المهم اتفق يعني مش اتفق، ثبت يعني ان علشان التصميم بتاعي ده يبقى مثالي او ايديال
القاعده تبقى قد الارتفاع مرتين، يعني تبقى قد اليماد واليمادي في الارتفاع، يعني تبقى بي اللي هي البي اللي هي دي حتى هي مكتوبه قدامكم اهي، البي بتساوي 2 اتش اللي هما الاثنين ارتفاع يعني، او انت مسميه دي مسميه ارمز بالرمز اللي انت عايزه، المهم ان القاعده تبقى قد الارتفاع مرتين. ده يديك احسن تصميم، ده يعني ايه احسن تصميم؟ تلاقي لما تيجي تعمل المحاولات بتاعتك تلاقي ده اقل طول محيط مبتل بتحتك بيه الميه مع اكبر مساحه مقطع. فاهمين يا جماعه؟ لايك يعني زي يعني اما انا اقول الار، الار دي ما الار دي نص القطر الهيدروليكي عباره عن مساحه المقطع على البي. الار ده يبقى مثالي امتى او احسن ما يكون امتى؟ مع اكبر ايه واقل بي، مش كده؟ مع اكبر بسط واقل مقاومه. لو انت قعدت تعمل شويه محاولات كده هتلاقيها تتحقق بالحته دي بس مش غيرها، ان هو البي بتساوي 2 اتش. هتلاقي دايما عند المساحه المقطع بقى الموجوده او كميه الميه اللي انت عايز تمشيها مش هيتحقق انها تبقى ايديال غير ما يبقى البي اللي هي القاعده قد الارتفاع مرتين. دي بقى التصميم بتاعك مثالي، يعني انت عملت اكبر مساحه مقطع مع اقل احتكاك بالميه. فاهمين يا جماعه؟ اقل محيط مبتل في الشكل، اقل محيط، ما هو المحيط المبتل اللي هو اللي بيحتك بالميه او بيحتك بيأخر الميه في المشي يعني او في السريان. ايه علاقه البي بالبي؟ البي البي دي طول المحيط المبتل اللي احنا لسه كنا بنشرحه من شويه. اوكي، البي دي اللي هي البيز بتاع القناه، عرض القناه من تحت. نرجع لها تاني، عرض القاعده من تحت دي البي. البي البي فور بوك. اوكي، فور بن اللي هي قلنا طول المحيط المبتل اللي هو الجزء ده زائد ده زائد ده. ايه بقى يعني يطلع 2 اتش زي ايه؟ يعني دلوقتي انا عايز اخلي التصميم بتاعي مثالي او ايديال يعني، بسعى لايه؟ ان تكون اكبر مساحه مقطع موجوده مع اقل طول محيط مبتل. فاهمني؟ ما هو دلوقتي انت البي والاتش اللي هنا دي هما اللي بيحققوا لي في الاخر مساحه المقطع دي قد ايه. اوكي، انا عايز اخلي مساحه المقطع دي تبقى اكبر ما يمكن، بس تمشي لي كميه ميه لاكبر كميه ميه ممكنه تمشي مع اقل احتكاك مع الجدران والقاع. فاهمني؟ مثلا لو البوتوم دوت 10 متر 5 متر تمام، هيبقى 5 و5. ايه ده اللي 5؟ الارتفاع ده 5، هيبقى الانش 5 و5. مش العمود، مش ده عمود الميه؟ ارتفاع الميه يبقى 5 متر. اه، مش انت عامل العرض عرض القاعه 10 متر؟ 10 يبقى الارتفاع 5. طيب وانت ما بتعملش حوض سمك؟ اه، وانت ما بتعملش حوض هتعمل عرض كبير؟ ما على فكره يا جماعه عشان قبل ما ننسى يعني، الشكل ده هو شكل الحوض بس مع اتساع القاعده والارتفاع هو المتر او 2 متر على الاكثر. يعني لما نيجي نصمم برضو الحوض او نخلي الميه تمشي فيه هي نفس المعادلات دي، هو نفس الشكل بتاع شبه المنحنف، بس انا ما براعيش فيه بقى حته الايديال دي لان مش عارف اعملها. يعني عندي العرض كبير مثلا 20 متر والارتفاع كبير 2 متر، مش هقدر ازود عن كده، مش هقدر اعمل بقى راعي فيه الايديال هنا علشان اعمل 20 ويبقى فيه 10، مش هروح فيهم فين او هعملهم ازاي او السمكه هيستفيد بيهم ايه؟ مش هيحصل. بس هي نفس المعادلات بتاعه القنوات دي، يعني هو نفس الشكل ونفس السريان بتاع الميه. فاهمين يا جماعه؟ تمام. فانا عشان اوصل يعني اتفق يعني او مش اتفق يعني بقت حاجه ستاندرد يعني، ان انا عشان اوصل لتصميم مثالي للقناه دي يبقى البي قد الارتفاع مرتين. انا في اي حته على طول القناه المقطع ده هيبقى واحد، لان زي ما انا الميه بقت لها او القاع بقى له ميل، الميه نفسها ماشيه موازيه للقاع. في اي حته على طول القناه اللي انا عامل القناه انا اللي عاملها يعني انا مشغلها، اي حته هيبقى المقطع ده موجود في اي مكان هنا بقى على طول القناه، فوق العمق يبقى واحد. لا انا قصدي لو حاجه مثلا ناتشر او كده ايا يعني يكن، مثلا ممكن الارتفاع ورا يكون مثلا يعني انا لو حاجه طبيعيه، حاجه موجوده في الطبيعه، لما باجي اشتغلها بقى عايز احسب التصرف والكلام ده كله، بجيب بقى القامه والميزان او القامه بس وابتدي اقيس الارتفاعات هنا شكلها ايه. بعمل حاجه اسمها زي لو حد درس مساحه حاجه اسمها خطوط تحشيه، اللي هي بيها ان انا اعرف المساحه في الطبيعه بقى كام. انا قصدي هنا الارتفاع هنا ممكن يكون كبير، هنا اقل، هنا اكبر تاني، فتبقى في اختلافات كبيره. بس انت سعادتك بتنشئ مزرعه وبتعمل الحاجه دي بحاجه اسمها اورنيك، يعني اورنيك بتعمل رسمه للراجل اللي هينفذ الحفر، بتقول له
المنطقه دي في هنا هتنزل عمق قد كده، هنا هتنزل عمق قد كده، بحيث ان دايما القناه تبقى متظبطه على طول العمل، وخصوصا لو انت هتعملها بقى مبطنه مثلا. انا دي على فكره ما كان دلوقتي بيخش يعمل القناه، يعني يعمل قناه مش حفار ويعمل الجسور بتاع، هي مكنه بتخش تروح داخله زي اللي كانت بتعمل الصرف الزراعي زمان، بتروح داخله انت مديها الشكل ده، هي تخش تحفر وترمي على الجنبين تطلع لك الشكل ده بالميول اللي انت عايزها، بميل الجوانب اللي انت عايزها، بالاس اللي انت عايزها، كل الكلام ده. فدي التكمله بتاعه القوانين بتاعتنا، ودي قلنا ميل الجوانب، وده الحسابات بتاع نص القطر الهيدروليكي، ووصلنا الحته بتاعه ان انا عشان اعمل حاجه ايديال يعني تبقى القاعده قد الارتفاع مرتين يعني او 2 في اتش يعني. طبعا لما تيجي تحسبها بقى في الشبه المنحرف بتخش فيها الزاويه بتاعه الميل والحاجات دي، يعني بقى في زاويه بقى شيء حاجه قائمه يعني او حاجه راسيه. دي الاشكال اللي عندنا اهي اللي ممكن اعمل بيها القنوات، ممكن تبقى مربعه زي دي، ممكن تبقى مستطيله يعني، ممكن تبقى شبه منحرف، ممكن تبقى مثلث، ممكن تبقى نص دايره. بس نص دايره لما تيجي تعملها في الطبيعه يعني مشكله يعني، عشان تعمل طبعا في ناس بتعمل الحاجات دي بقى ايه، حاجات سابقه التجهيز يعني، تصبها في اماكن كده وتجيبها بقى تقعد تركبها جنب بعضها وتقفل اللحامات وكده. نعم زي البي في سي بالظبط. لا بس ساعات بيعملوها خرسانه برضه، ساعات بيعملوها خرسانه ويجيبوها يركبوها مع بعضها وخلاص وتبقى القناه. بس دي طبعا بنتكلم في قناه بقى عرضها متر ولا 2 متر ولا الكلام ده، انما لو احنا بقى بنشتغل في قنوات هيو شويه يعني كبيره شويه عن الحاجات دي، طبعا الحاجات بتاع سابقه التجهيز دي بقى صعوبه. فانا هنا اهوت الكروس سيكشن بيتحسب ازاي، لو مساحه المقطع بيتحسب ازاي لاي واحده منهم. الويتد بارامتر اللي هو المحيط المبتل بيتحسب ازاي، الهيدروليك ريدياس بيتحسب ازاي، في الاخر خالص الوتر او القاعده بتاعته او الطوب بتاعتها موجوده عباره عن ايه. طبعا الجدول زي ده بالمعادلات احنا نروح بقى نشوف هي بتتحسب ازاي مثلا على الاكسل، عشان زي ما بقول لكم هنبقى نعملها مع بعض. ده برنامج او مايكروسوفت اكسل اهو، انا عملت فيه ثلاث نماذج اللي كانوا قدامنا دول مع اضافه نموذج رابع يعني، اللي هو ادي ده شبه منحرف وده المثلث وده اللي هو ممكن يبقى عامل زي بيضاوي كده ودي ماسوره. في الاخر في الاول وفي الاخر انا عندي البارامتر اللي احنا عارفينها كلنا، مثلا اللي هي البي اللي احنا اتكلمنا فيها، ادي البي هي اللي هي دي البي اهي اللي هي القاعده بتاعه القناه. لسه الاستاذ عاطف بيسال الزد دي عباره عن ايه، اللي هو عشان اما اجي اقول اتكلم في الميول بقى هي كام لواحد يعني، عشان اسهل مع نفسي موضوع الحسابات، اللي هي الزد دي يعني الزد دي اللي هو الجزء الافقي اللي انا همشيه. نعم يعني لو قلت 2 لواحد بمشي 2 افقي 2 زد يعني، وبعدين بطلع واحد او اعمل الميل ده بالشكل ده كده. فانا دلوقتي الزد دي اللي هي دي بتبقى هنا الزد اهي الى واحد. لو انا عندي بقى ارتفاع القناه، او لو انا قلت دلوقتي دي 2 لواحد هي الزد الزد الواحد يعني، لو انا عندي الارتفاع بتاع الميه 2 متر يبقى الزد كام؟ الزد 4 عشان تبقى برضه تفضل 2 لواحد. لو انا عندي الارتفاع 1.5 يبقى الزد كام؟ 3. ان انا اصل الزد دلوقتي هتخش في معادله اللي هي اللي انت كنت تسال عليها في الجدول اللي كان قدامنا ده، اللي هي المعادلات بتاعتها موجوده هنا اهي زي دي كده اهو، انا اعلم عليها اللي هي دي المعادله دي فيها زد. الزد دي هي بدل ما اخش في ارقام اقول 3 لواحد او 2 لواحد، فانا بحط الرقم بس اللي هو الى واحد يعني ايه الى واحد، بحط الزد عشان لما اجي مثلا دي لو انا جيت احسب الطول ده بحسبه بحاجه اسمها نظريه ايه؟ نظريه فيثاغورس مش كده؟ اللي هو الزد تربيع زائد الواحد تربيع. الاكس في الواي تربيع ده هيبقى الطول بتاعه الجذر التربيعي لزد تربيع زائد واحد تربيع مش كده؟ فانا الواحد ده خلاص مش موجود بالنسبه لي. فاهمين يا جماعه؟ بقى الزد تربيع بس. ماشيين معايا يا جماعه؟ بدل ما انا اقول بقى ايه؟ ده ديت مش عارف 3 ل 2 او مش عارف، فانا دايما بحولها زد لواحد. عشان تسهل معايا الحسابات يعني. فاحنا لو افترضنا ان القاعده دي اللي هي البي ديت انا زي ما انا كاتبها كده 2 متر معايا؟ تمام. والدي اللي هو الارتفاع بتاع الميه 1 متر، والزد دي عشان نسهل الحسبه شويه نخليها واحد يعني واحد لواحد يعني. فاهمين يا جماعه؟ فدلوقتي ادي المعادله قدامنا اهي، انا عايز اكبر الاكسل شويه او الخليه شويه على اساس تبان لكم المعادله اللي هي قدامنا دي. اللي هي المعادله اللي انا برضه هرجع الف عليها تاني بالقلم اهي اللي هي دي. دي الحسبه بتاعت مساحه المقطع اللي هي هتطلع لي في الاخر خالص 3. ناخدها مع بعض كده، ما هو طالما دي بواحد
مش كده؟ يبقى دي بواحد، وطالما دي بواحد يبقى دي بواحد برضه، يبقى العرض اللي فوق ده بدل الاثنين اللي تحت دي يبقوا كام؟ هيبقى بي زائد 2 زائد 1 هيبقى 4 مش كده؟ يبقى 2 زي ما كان الاستاذ عاطف بيحسبها كده، 2 زائد 4 كام؟ 6 على 2 ب 3 في الارتفاع في واحد يعني، يبقى 3 في 1 ب 3 صح ولا انا غلطان؟ فانا عشان انت ما تقعدش تدخل نفسك في الموضوع ده بتعمل في روميو لازال قدامنا دي اللي انا لو وقفت على الخليه بتاعتها نوقف القلم اللي انا وقفت على الخليه بتاعتها دي بيطلع لي الفورميولا اللي وضحت فوق دي بعملها طبعا عشان اقول له اذا كانت دي يعني الرقم ده بلانك يعني ما فيهوش رقم ما يدينيش حاجه كده يقول لي ده مجهول او صفر او بتاع الكلام ده فانا بقول له اذا كان الاي 10 دي بلانك اعمل دي بلانك اذا كان مش عارف ايه كذا وبعدين اديله المعادله بتاعتي فطبعا المعادله اللي هنا دي انا بترجمها في الاخر خالص في صوره حاجه يفهمها الاكسل يجيب الخليه اللي في الحته الفلانيه يضربها يقسمها يعملها مش عارف ايه الكلام ده كله اللي بيها ان هو في الاخر خالص يحسب لي الحسبه دي الثلاثه من خلال المعادله دي بحسب مساحه مقطع القناه اللي ممكن امشي فيها الميه او الحوض اللي انا همشي فيه اهو قاعد في السمك ومشي فيه الميه فانا عايزين نفهم الحته دي مع بعض انا يعني انا اسف ان انا اخترت الوان مغمقه العمليه شويه مع الارقام فمش واضحه نحاول نمسحها ونعملها تاني الارقام اللي انا عاملها اهي الافتراضات اللي انا عاملها تعمل لي الممحاه الاستيكه اهي معايا اهي اروح ماشي على دي كده هو انا وجع دماغي ليه اهو كله يتمسح فدلوقتي انا بقول لكم انا مفترض ان القاعده بتاع القناه بتاعتي 2 متر اهي قدامي اهي معايا كده يا جماعه شايفينها ومفترض ان الدي الارتفاع بتاع الميه 1 متر والزد 1 فيديني مساحه المقطع ميزه لما اجي انزل انا هاجي المفترض ان انا هبقى جايب المقاسات دي هتبقى معامل التصميم الاول انت بتعمل التصميم الاول عشان توقعه او تنزله على الواقع تمام على ورق يعني انا لما باجي اقيس بقيس مش بدي افتراضات لا بتعمل حسابات بتعمل حسابات عشان تقول للراجل اللي هيعملها في القناه انا عايز القناه دي عمقها كذا والقاعده بتاعتها قد كده والميول قد كده والميل بتاع اس ده كام كده يعني كده ميزه بقى الجداول الالكترونيه يا جماعه اللي هو الاكسل اللي احنا شغالين عليه ان انا لو جيت قلت له الزد دي بدل ما هي بواحد انا هخليها مثلا باتنين طلع ايه الايه باربعه هو يعمل لك حسابات على طول يعني طالما انت عملت المعادله الفورمولا اللي هتحسب لك الحاجه دي غير في البارامترز بتاعتها وهي تديك الارقام اللي انت عايز تحسب عليها لو جينا نقول لو الزد باتنين هو حاسب كده برضو صح اكيد حاسب صح عشان ماشي معادله ما فيش حاجه اسمها اكيد ما تقول لي يا ممكن ما انا عارف ماشي معادله بس انا مجازي يكون حاسب غلط اللي هي دي دي مساحه المقطع اوكي تمام عباره عن البي في الدي فخد الحته المستطيله دي تمام بعد كده الزد في الدي سكوير لما انت تيجي تصفي المثلثين دول تجمعهم هيدوك المعادله دي اللي هو الزد في الدي سكوير في العمق تربيعي يعني هجيب مساحه المستطيل والمثلثين اللي على الجنبين بس صح خلاص عملت ايه تاني ما هو هتعمل ايه تاني لو هي مستطيله خلاص ده خلصتك من الاول قاعده في ارتفاع طب ما انا ممكن اجزاها واحسب مساحه كل واحده لوحدها جزاها بس ما احنا يا جماعه احنا ممكن نعمل كل حاجه يعني ممكن كل واحد يمشي زي ما الاستاذ عاطف كده كان بيقول في الاول ممكن ارسمها على ورقه واقيسها بالمسطره بس مش هو ده الهدف يعني عايزين يبقى عندنا سوفت وير انت ممكن تبقى عامله انت عايزين نكمل بقى السوفت وير ده في الاخر خالص انك انت ازاي تصمم مزرعه كامله بقى تبقى احواضها شكلها ايه قنواتها شكلها ايه الارض شكلها ايه كده يعني في الاخر خالص تقول الراجل يقول لك انا عندي مساحه 10 فدان فتروح انت حاطط المساحه يديك المساعده بتاعته ليك معادله ستاندرد يعني معادلات بقى معادلات كتيره تبنيها الاول ومجرد تغير عندك مساحه الارض في الحالة دي انت هتعملها ازاي؟ هو يقترح عليك تشتغل معاه ازاي؟ ممكن يكون اقتراحه غير قابل للتنفيذ تعيد تاني. يعني بدل ما تقول له العرض مثلا مش عارف 100 متر في 200 متر اعملهم اي عرض تاني، اي حاجة تانية. المهم ان انت بنتعلم الحتة دي ليه على السوفت وير؟ لان بقول لكم كل شغلنا في الموضوع ده قبل ما اروح لارض الواقع انا طبعا بعين الارض واعمل لها ميزانية شبكية ومش عارف ايه والكلام ده كله. وبعدين ابتدي اعمل لاي اوت اللي اتفقنا عليه في الفلوت شارت اللي كنا عرضناه. اللو اوت اللي اوت ده هو اللي باخده بعد كده بقول انا بقى عندي الحوض كام في كام
القناة دي بتاع الرأي هتبقى شكلها ايه، الفتحة بتاع الرأي هتبقى شكلها ايه، فتحة الصرف هتبقى شكلها ايه، وانزل بقى للناس على ارض الواقع زي ما هنستعرض دلوقتي. ابتدي ادق وتاد اول خطوة لما انزل على ارض الواقع، وابتدي اقول للناس او للراجل اللي هيشتغلوا في الحفر، المكان ده هينزل قد كده، المكان ده هيطلع قد كده، المكان ده هيطلع قد كده. والمهندس الشاطر برضو، سواء انت مهندس بقى بتاعنا زرع سمكية، مهندس معماري، مهندس مش عارف ايه، قال احسن واحد اللي هو لما المقاول ياخد منه اللوح بتاعته ما يسألوش على اي سؤال، يبقى واضح فيها كل التفاصيل اللي هتتعمل، ما يجيش يقولك دي هنعملها ازاي، دي هنسويها ازاي. يبقى انت في الحالة دي انت قصرت في الرسم بتاعك او قصرت في التفاصيل بتاعتك. ما هي دلوقتي لو احنا عملنا زي ما احنا عملنا كده الزد باتنين، حد عنده اعتراض ان مساحة المقطع باربعة متر ويقول لي جات ازاي؟ نعم؟ انا غيرت الزد اهي باتنين بدل ما كانت واحد، فطلع لي مساحة المقطع باربعة بدل ما كانت ثلاثة. حد عنده اعتراض عن انها تبقى باربعة؟ ولو عنده اعتراض يقول لي اعتراض ليه؟ ما هي احنا برضو بنيجي نحسبها هنلاقي دي اتنين زائد اتنين زائد اتنين يبقى ستة، واتنين تمانية، على اتنين باربعة، في واحد باربعة. متفقين كده؟ طيب هو دلوقتي بيقول لي ان البي اللي هو طول المحيط المبتل بستة سبعة واربعين من مية. حد يعرف يقول لي برضو جاي منين ده؟ طول المحيط المبتل اللي هو دهون يا جماعة اللي احنا مشينا عليه زمان قبل كده، نمشي عليه تاني هو بلون مختلف، اللي هو ده زائد ده زائد ده. ميل ده او الوتر ده عبارة عن جذر التربيعي لزد تربيعي زائد واحد تربيعي او زائد دي تربيعي. ما نعرف ما سهل، يعني هتبقى جذر تربيعي لاتنين تربيع زائد واحد تربيع، اصفيهم في الاخر خالص، اجمع بقى اضرب اللي طلع ده في اتنين واجمعه على الاتنين. فاحنا نيجي بقى في شيت تاني هم بناء عن معامل مانينج وكده، اللي هو المعادلة قدامنا اللي هي فيها الفي دي معايا باشمهندس، اللي هي المعادلة دي اللي انا لفيت عليها دي اللي هي حسبة الفي، يعني اللي هي المعادلة بتاع مانينج اللي لسه واخدينها من شوية، والمعادلة اللي خدناها بعد قبلها كانت اللي هي الكيوب تساوي الاي في الفي. بيحسب في الجدول ده في الاخر خالص ان بناء على المواصفات اللي انت عملتها قبل كده الـ 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 القناة دي بالمواصفات اللي احنا عملناها دي الكيوب بتاعتها هتبقى 20 متر مكعب في الثانية. لما تضرب 20 متر مكعب في الثانية يديك الرقم ده اللي هو 72 ألف وشوية متر مكعب في الساعة. حتة جميلة واحنا عديناها تعرفوا تعامل مانينج للسيركل فقرأت بيها المواسير. اجيبها يعني اصلا؟ هي دي لان هي اي ماسوره هعملها انا محتاج اعرف الفلول اللي فيها. بص هقول لحضرتك. احنا متعارف عليه عندنا يعني او معانا ان الميه دي لو ماشيه في ماسوره فورست يعني الميه مدفوعه فيها، انا عشان اقول الماسوره دي تشيل ميه قد ايه؟ تعدي ميه. تمشي ميه قد ايه؟ انا طبعا من القطر بتاعها هعرف مساحه المقطع صح؟ مساحه الدايره. احنا المفروض بقى عشان ما يحصلش حاجه اسمها تربلنت فلو وحاجات ممكن تقلب الدنيا بعد كده، المفروض ان السريان او السرعه جوه تبقى ما بين 1 ل 1.5 متر في الثانيه. فاهمني سعادتك؟ ده سرعه. ما انا مضرب بقى السرعه في مساحه المقطع هيقول لي تشيل ميه قد ايه. يعني انت عايز تقول لي ان الفي بتاعه الماسوره الماكسيموم بتاعها ما يعديش اكتر من 1، يعني السرعه ما تزيدش عن 1.5 متر في الثانيه. واحد. يبقى انا مضرب السرعه دي اللي هي الواحد او 1.5 على حسب اختياري، ويفضل تبقى واحد يعني. يفضل تبقى واحد. اضربها في مساحه المقطع يقوم يقول لي الماسوره اللي انت شاريها دي لو انت بتضخ فيها بموتور اقصى ميه ممكن تشيلها علشان ما يحصلش اضرار قد كده. المهم ان انا عايز اقول لكم المعادله بقى اللي هي او الشغل بتاع الشبه المنحرف ده هستخدمه في الحوض برضه، يعني انا عايز الحوض السرعه فيه ما تزيدش عن سرعات معينه وما تقلش عن سرعات معينه. يبقى اعمل مساحه المقطع بتاعه كام؟ ما هو الحوض برضه ما بيتعملش هبهازارد كده، ما بيتعملش عشوائي. انت بتقول انا هعمل عرضه كام وطوله كام؟ بناء عن ايه؟ بناء عن سرعه ميه انت عايزها تفضل موجوده دايما في الحوض اللي بيها دايما توصل السمك احتياجاته. فاهمين يا جماعه؟ مركزين معايا؟ ما هو خلي بالكم من المعادلات اللي احنا عملناها دي عشان لما نروح المعمل هنعملها. ماشي يا جماعه؟ نرجع تاني للباور بوينت بتاعنا.
الهديج دي تبقى معموله بالخرسانه، اعملها بالشكل اللي انت عايزه، بس دي خرسانه يعني الحاجه اللي انت عاملها هتفضل موجوده، ما جيش اعملها في تربه طبيعيه واعملها بالشكل ده، عمرها ما هتستمر كده. مع اول صريان ميه فيها الدنيا هتخلص، وفي الاخر خلاص هديك الميول الطبيعيه، بس القاع خلاص ارتفع يعني. دي اشكال قنوات موجوده برده في الطبيعه زي ما انتم شايفين كده، الترع بتاعتنا دي هي قناه معموله برده، بس معموله بقى بالحفارات وبتاع، ببقى انا ماشي معاه دايما بالميزان، انت ماشي كده في العمق المظبوط، ننزل هنا بعد ال 100 متر دول قد ايه، بعد ال 100 متر دول قد ايه، وهكذا على حسب بقى ما انا عايز. لازم ميل معين عشان سريان الميه، لازم يبقى فيه ميل، ده الاس دي لازم فيه ميل، لو انت مشيتها افقيه السريان بتاعك مش هيبقى ماشي صح، ميل بس على نفس المستوى بقى، يعني كل 100 متر قد ايه الميل دايما سطح الميه موازي ليه. تمام، انت نزلت الميه بتنزل معاك، نزلت الميه بتنزل معاك، ما يبقاش في حاجه مختلفه مع السريان، انما اما الميه تقف السطح الميه كله افقي، ساعتها بقى هيتضح لك ان في قاع المجرى دي ميل ولا لا، لانك هتقيس الارتفاع من هنا كام من سطح الميه، والارتفاع كده هنا كام من سطح الميه، يعرف لك في ميل في الارضيه ولا لا. لما تيجي تعمل سريان دايما الميه موازيه للسطح اللي هي ماشيه عليه، الميه تقف الميه افقيه بالاوان المستطره، تديك سطح افقي زي سطح الميزان بالظبط. عشان كده لما بنيجي نعمل حتى ميزانيات عرضيه وكده، لو في القناه دي ميه، انا مجرد اجي عند اول نقطه فيها ميه وخلاص واقف، لان سطح الميه بقى بالنسبه لي سطح ميزان، اخد عليه نقط، انزل القامه واقرا في الميه، والميه واقفه، فيها سريان لازم ابقى متوقع انها فيها ميول. احنا كده تقريبا اتكلمنا او قلنا اللي احنا عايزين نقوله بدون دخول في بعض التفاصيل، يعني في موضوع تصميم القنوات سواء ري او صرف بقى، ما هو الصرف هيبقى نفس الموضوع بس العكس، يعني بدل ما النقطه العاليه بتاعه الري في اول المزرعه، المصرف هتبقى النقطه العاليه في اخر المزرعه عشان يجيب على بره، فاهمين يا جماعه؟ يعني تصميم القناه نفسه شبيه بتصميم قناه الري زي تصميم قناه الصرف، زي الحوض، بس الحوض ما تأملش فيه او ما تطمحش فيه ان انت تعمل فيه التصميم الامثل للسريان. ليه؟ لانك انت عايز تعمل قاع كبيره قوي، مش هتعمل 20 متر وتعمل اصلادها عشان يبقوا البي بتساوي 2 اتش، يبقى 10 و10، يبقى احنا بنهزر، فاهمين يا جماعه؟ احنا دلوقتي خلصنا تقريبا الكلام في القنوات، فاحنا خلصنا القنوات اهي، هنخش بقى ازاي نعمل فتحات الري وفتحات الصرف. نخش الاول على فتحات الري. المفروض الشرط الاساسي ان فتحة الري تكون هي اخر نقطة في مجرى الري، وتكون اعلى من اعلى نقطة في الحوض اللي انا هوديله مية. يعني دايما تحافظ على العشرة سنتي دول، الفرق ما بين سطح المية في الحوض والماسوره او ايا كان المنشا اللي انت هتعمله علشان يدخل الميه الحوض، عشان الريشن دي حاجه، الحاجه الثانيه دايما تبقى الفتحه دي حره، يعني ما تبقاش فيها حاجه قدامها، يعني ما يجيش وقت من الاوقات مثلا الاقي الميه ترجع من الحوض للمجرى ثاني او لقناه الري ثاني. وناس كتير قوي بيعملوا الموضوع ده، يعني مثلا بيجي يصمم يلاقي يخلي الاثنين دول في مستوى واحد والدنيا تبقى ماشيه معاه ملخبطه، لو الميه هنا هي اللي زادت تودي ميه هناك، الماء في الحوض زادت هي ترجع الماء على القناة، ونبقى يعني مغذيين بعض. طبعا في الحالة دي انت دايما ما بتجيبش ماء نظيفة، ما بتجيبش مش عارف ايه، الحتة برضو اللي زميلكو قال فيها ان هو لما بتبقى الماء فري بترمي على السطح يعني وهي حرة كده، بتعمل عملية بابلز وبتاع وكلام ده، تعمل لي تزود لعملية تهوية، فده شرط لازم اراعيه لما اجي اعمل الفتحة دي بقى تبقى ماسورة، تبقى هدار، الهدار ده بقى مستطيل، مثلث، مربع، انت مين؟ المدير. انت المدير، انت اللي تقول انا دي حاجه في متناول ايدي اقدر اعملها، ودي حاجه صعب عملها او ما عنديش الناس اللي تعملها. ودايما في اي منطقه هيخرج منها ميه او يخش منها ميه، ما تخليهاش التربه الطبيعيه هي اللي موجوده، لان حركه الميه في المنطقه دي ممكن تعمل هنا نحر كبير شويه، فيا اما ادفشها زي دي كده لحد مسافه 2 3 متر اللي هو الجزء اللي انا هقوله، اللي انت هترمي فيه الميه، يا اما بلاستيك يا اما دبش زي ده، يا اما ممكن تعملها خرسانه اللي يعجبك، بس ما ينفعش انك انت تسيبها تربه عاديه، لان حركه الميه في المنطقه دي دايما هتعمل نحر هنا وتعمل لك مشكله برضه، هتلاقي الجسر ده شويه كده الماسوره دي بقت تحتها هنا فاضي شويه مش عارف ايه لحد ما وصلنا للحته اللي احنا بنيناها دي. المهم دي يعني شكل دخول الميه شكله ايه، بيقول لك انت المدير، تعمله ماسوره، تعمله هدار، تعمله الشكل ده، هنجيب رسومات تانية دلوقتي هندسيه هتبقى موضحة الموضوع اكتر يعني. طبعا ده بقى نعم ده دي بوابه ولا
لا دي ماسوره من قاع القناه، ماسوره ماشيه اهي اللي هي بترمي الميه هنا، اللي هي المسافه برضو ال 10 سم وال 20 سم اللي هنا دي ماسوره عاديه يعني. بس يعني قصدي ايه الفرق ما بينها ودي ودي ايه؟ ان ده استراكشر انا بنيته، الجزء اللي بتاع المدخل ده اللي انا حاطط فيه الماسوره ده قناه عاديه يعني، قناه شبه منحرف عاديه، تربه عاديه يعني، انا ما بذلتش فيها مجهود ولا بنيت ولا الكلام ده كله. نيجي بقى لفتحات الصرف، ده افضل شكل او افضل حاجه انك انت تعملها في الصرف. لو انتوا فاكرين واحنا بنعرض ده حوض الحصاد اهو، الحته اللي احنا بنعملها في اخر الحوض عشان اجمع المايه كلها في الحته دي. لا هو اسمه بالانجليزي مانك، او لو هنقول بالعربي اسمه المكبح. يعني ايه المكبح؟ حاجه زي الفرامل كده بتفرمل المايه، انت بتمشيها بقى زي ما انت عايز تخرج المايه دي من القاع، عايز تخرجها من النص، عايز تخرجها من القمه، زي ما يعجبك. ده حاجه بنقول عليها المكبح اللي هو بيفرمل المايه، او حاجه يعني بتتحكم في خروج المايه من الحوض دي، اخرجها ازاي. انا عايز انضف الارضيه، يبقى الفتحه اللي تحت دي اللي تبقى شغاله، عشان دايما السحب يبقى من تحت. حاجه عايز في عوالق في المايه او كده ممكن اخليها في النص، عايز امشي من فوق زي ما يعجبني. انا مين؟ مدير. انا المدير. والبايو يعني المتنازل بتاعها ازاي يعني؟ ده هتيجي يعني حل، شغال يعني موجود ده متاح. اهو بص اهو، نيجي بقى بص تصممه ازاي. هو شكله بيبقى زي ما انت سعادتك عامله كده، وهنجيب التفاصيل بتاعته دلوقتي. بيتعمل الارضيه بتاعته خرسانه وتحط عليها الماسوره، ونبتدي نعمل فيها مجرتين كده، اللي انا بدخل فيها بقى الحاجات اللي هسد بيها 20 سم ولا 30 سم ايا كان. المهم اما اجي اعمله بقى، بيبقى دي الخطوات بتاعته. بعمل اوتاد على الارض، او ده الرسم بتاعي يعني، واروح اوقعه على الارض باوتاد بأوتاد زي دي كده برضو، اللي انا الجزء اللي هيبقى نايم عليه الماسورة اهو. وبعدين بعد كده احفره حوالين الأوتاد، بعد كده ارمي فيه خرسانة، وابتدي اعمل المانك هنا او المكبح هنا اللي هو هتحكم فيه. بيبقى بعمل انا اورنيك زي ده، ومش بقول عليها فارما زي دي كده بالخشب، اللي هو بيها انصبها في المكان، صب فيها الخرسانة، افكها واشيلها واروح اعمل واحدة تانية. بس انت طبعا لو عندك مثلا 200-300 حوض، 400 حوض، ما ينفعش تبقى عندك واحده بقى، انت عايز تنجزه مثلا في اسبوع، ممكن تعمل من دي 10 ولا حاجه، بحيث انك انت تشتغل ال 10 مع بعض، تنصبهم ويتصبوا في يوم واحد، يتخلعوا ثاني يوم بيكونوا بتنصب الثانيه وهكذا. حاجات سهله بتعملها بالخشب، او ممكن تعملها بالحديد زي ما يعجبك انت والفند اللي معاك. تعمل كل الفرمات دي بحيث انك انت تنصبها، تصب الخرسانه هنا، يطلع لك الشكل في الاخر خالص اللي احنا كنا عارضينه من شويه، اللي هو ده بحيث ان دي الفتحتين دول. فرض بقى ان انت مثلا عايز تعمل تنظيف في واحده، فتعمل اللي وراها هي اللي تبقى منصوبه دلوقتي، هو ده بيمشي الميه من فوق زي ما هنشوف في الطريق. الشرايح يا دكتور مال تشغيل الشرايح مثلا تحت ده، ما يعني بص مثلا انت عايز تمشي الميه من النص اهو، بتخلي الفتحه اللي في النص، طبعا انت بتشيل كل دول وتحط دي سلك، وتنزل دول خشب ثاني او ايا كان اللي انت بتستخدمه، فايبر او غيره يعني. هو اللي انا فهمته من كلامك مثلا، لو انا فرضا يعني هو انا بتحكم بس في السلك، يعني بحط سلك اذا قلت انا عايز، لا 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 القطع دي كلها ممكن اتحكم فيها، اشيلها وانزلها تاني، واحط دي سلك او دي سلك او دي سلك او دي زي ما انا عايز. سلك يعني فريم عليه سلك عشان ما يعديش السمك، عشان ما يخرجش حاجه من الحوض.